3 بيض 6 مغارف سكر ونخلطوا كل شيء غاية. زيدوا 6 مغارف زيت 6 مغارف حليب وحبة ليم عصروها وزيدوا تاني لوزاز دو سيترون وعاودوا خلطوا وزيدوا 7 مغارف فارينة ومغرف لافاني معمرة. كي تكملوا زيدوا واحدة خميرة كيميائية زيدوا خلطوا غاية ومن بعد ديروها في الكيسة تاعكم ودخلوهم يطيبوا. شوفوا مادلين هذا جو سيترون كي جا ما يجيش معجن ويجي خفيف بزاف. طيبوا على 180 درجة وشعلوا ليه من الفوق ومن تحت. بصحتكم. Oh, my God.